على مستوى أيضا المنتخبات والهيئات الرياضية. معنا يعني عدد من الاتصالات أيضا للتعليق على الأحداث الرياضية من ليبيا، الصحفية الليبية الأستاذة إيزاد عبد الباسط، أهلا بحضرتك. مساء الخير، وكيف حالكم وكيف حال كل جمهور مصر؟ ان شاء الله يا رب تكونوا باحسن حال. اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. بدايه، تعليقك على ظهور الاهلي بهذا الشكل في اكثر من مناسبه كرويه ورياضيه عربيه، سواء السوبر المصري في الامارات او بنتحدث عن مباراه مهمه مع الشباب السعودي في اعتزال نجم الكره فؤاد انور، كيف يمكن ان نرى شعبيه الاهلي في كل انحاء العالم العربي؟ طبعا النادي الاهلي هو نادي القرن في مصر، مش بس في مصر، في افريقيا كمان وفي الوطن العربي، ورقم صعب جدا في الكره العربيه. نعم، نادي الاهلي يعني ممكن ينزل مستواه بس مش ممكن يوقع. هذا نادي يعني عنده تاريخ كبير وعنده جماهيريه كبيره وعنده شعبيه كبيره، وانا كنت موجوده في عده يعني لقاءات مهمه للاهلي، كان اخرها ممكن اخر لقاء يعني كان نهائي 2012 في تونس، اللي الاهلي توج فيه بلقب دوري ابطال افريقيا. الاهلي مش فريق سهل، الاهلي قادر على انتزاع اي لقب سواء كان محلي او عربي او قاري. نادي الاهلي الان يعني نقدر نقول انه مش في افضل حالاته، لكن في حاله ايضا ممتازه وحاله يعني كويسه تحت قياده الكابتن حسام البدري. الاهلي فريق كبير يعني وقادر على التتويج في الالقاب، ولو ان النهائي ما نصفاش في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، ولكن وصول الاهلي للنهائي واجتياز النجم الساحلي في نتيجه كبيره في الاسكندريه، هذا كله دليل على قوه النادي الاهلي المصري. ليه حضرتك بتقولي الاهلي مش في افضل حالاته؟ هل لاننا بنسعى او لانكم بتقيموا قوه النادي الاهلي عندما يتصدر البطولات الافريقيه وعندما يحصد اللقب الافريقي تحديدا؟ صراحة خلينا نحكي ونكون واقعيين، يعني جيل الاهلي بقياده ابو تريكه مش هو جيل الاهلي سوى يعني اللي موجود الان، رغم ان انا ذكرت لك ان الاهلي رقم صعب برضه في افريقيا، بس لو تجي تقيم الاهلي مع عمره يعني كان يلعب على بطولات مصر، لان هذا واقع يعني بالنسبه للاهلي المصري يعني. بس احنا يعني كليبيين بنقيم الاهلي على ظهوره في افريقيا. نعم، الاهلي في افريقيا هذه السنه صراحه كنوش يعني بنبالغ، الاهلي ما كانش يعني في دوري المجموعات ما كانش في افضل حالاته يعني. احنا متفاهمين وجهه النظر دي طبعا. نعم، في النهائي وفي الفاينل الوداد ايضا كان نحن نتفاهم وجهه النظر، لان هذا هو السعي الرئيسي حاليا لمجلس الاداره وللجهاز الفني وللاعبين وللجماهير واعضاء النادي، هو حصد البطوله الافريقيه والعوده بقوه للمشاركات الدوليه في كاس العالم للانديه والعوده لسابق عهد الفريق في مشاركاته خارج مصر. طبعا. طيب، شعبيه الاهلي كلمينا حضرتك عن شعبيه الاهلي في ليبيا، الى اي مدى بتهتموا في الوسط الكروي او الرياضي الليبي باخبار النادي الاهلي المصري ومشاركاته محليا وعربيا وافريقيا؟ طبعا النادي الاهلي منافس خصم لكل او خصم يعني عنيد لكل نادي في في الوطن العربي، فكل محبي اي نادي في اي دوله بيحكوا الف حساب للنادي الاهلي، بيتابعوه في الدوري المصري بيشوفوا كيف بيلعب. الاهلي المصري عنده شعبيه رهيبه في افريقيا، يعني لما انت تتكلم على نادي القرن يعني ما تتكلمش على نادي صاحب اكثر تتويجات في البطوله الافريقيه، صاحب اكثر يعني حتى على المستوى الدولي النادي الاهلي يقارن بانديه عالميه كبيره، يعني بتكلم على تتويجات الاهلي تقارن بتتويجات ريال مدريد، فهذا كله يحسب طبعا للنادي الاهلي. احنا في ليبيا في شعبيه كبيره للنادي الاهلي، كذلك انا كنت يعني عايشه فتره طويله في تونس، والنادي يعني في تونس ايضا بيحترم النادي الاهلي رغم المنافسه الشرسه بين الترجي والنجم الساحلي والاهلي المصري، لكن الاهلي يبقى رقم صعب ويبقى ذو جماهيريه وشعبيه كبيره. أشكرك جدا على هذه المشاركة معنا في الحوار، الصحفية الليبية الأستاذة إيزاد عبد الباسط، شكرا جزيلا لك. يعني تعليق